بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس فإنكم سمعتم أمر الله لهذه الأمة وهو أمر للجميع، أمر لأمة الإسلام أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. والأولى في من قوله منكم التوكيد لا التبعيض، فهي على حد قولك لغيرك اجعل من نفسك حاميا للفضيلة، وقول قائلكم اجعلوا من بلدكم دولة مزدهرة، وقول الصاحب لصاحبه اجعل من أسرتك بيتا مسلما. فمن للتوكيد لا للتبعيض، ويكون قوله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون جزاء لامتثال الأمر، لكنه جزاء صيغ بطريقة عجيبة. المفلحون، المفلح هو الفائز بالصفقة الرابحة، واستق من فلح المزارع الأرض ليبذر فيها الحب فيكسب الأضعاف المضاعفة مما زرع. ذلك أنك ما تبذل في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تنفق في ذلك فإنك تأخذه أضعافاً مضاعفة، وأنت الرابح والفائز في الصفقة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما أمرك فإنه أمرك بما لك فيه الربح، فإن نشرك المعروف في المجتمع يوصل المعروف إليك، وإن دفعك المنكر يبعده عنك.
وإن الله سبحانه وتعالى حينما فرض عليك نصيحة غيرك وحرم عليك غشه فعل لك ضمن لك مثل ذلك منه، وحينما حرم عليك مال أخيك وعرضه وماله ودمه فإنه حرم عليه مثل ذلك منك، فالله سبحانه وتعالى لا يأخذ منك إلا ليعطيك، ولا يكلفك إلا ليشرفك، ولا يمنعك إلا ليتحفك. فالإنسان هو الرابح والأمة هي الرابحة من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. ثم تأتي الآية الأخرى مبينة لأمة الإسلام معرفة لها حقيقتها ودورها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمة الإسلامية لها قيادة البشرية، منزلتها من جميع الأمم منزلة المعلم من طالبه والتلميذ من أستاذه. الأمة الإسلامية لها القيادة والريادة، هي التي ترعى البشرية، هي التي تريدها الحبور، وهي التي تجنبها الشرور، وما دامت كذلك فهي مصدر التلقي، لا تتلقى من غيرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وهي ما دامت مصدر التلقي فلا بد أن يكون لها ما تقدم للعالم، وإن لأمة الإسلام ما تقدم للعالم. لها ذلك من اعتقاد قويم صحيح ومن نظام كامل مريح ومن سبق في العلم وعمق في الفهم وصدق في الحكم، والتاريخ يشهد. لقد بُجِّنت الغايات وبُذلت الوسائل، فلم يبقَ إلا أن تُباشِر الأمة دورها. فالإيمان هو المصدر والمرجع، وللمهمة من بعده شطران، أحدهما أيسر من أخيه، فالأمر بالمعروف في أغلبه يسير، والنهي عن المنكر في أعمه عسير، وتكاليفه كبيرة لا يستطيعها البطل، ولا سداة الراحة، ولا هواة الدعاء. لذلك وجد في المسلمين من يزعم حمل الإسلام ويتحاشى النهي عن المنكر، وذلك من فاعله جهل واضح وغباء فاضح. فإن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فنسف العقائد الباطلة قبل إقرار العقيدة الصحيحة. وجعل مفتاح الدين لا إله إلا الله، فبدأ بالنفي قبل الإثبات. وأجمع علماء الإسلام على أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودرء والنهي عن المنكر من باب دفع المفاسد. وقال أرباب المقامات والسلوك: التخلية قبل التحلية. وقال علماء المادة: لتملأ عبوة لا بد أن تفرغها أولا. وقال الموريتانيون:
اطلع على الزغب ما يبري لشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر عند أهل العلم للوجوب، أن وجوب في شرح مسلم يقول: وتطابق على الوجوب الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقوله سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس بمخالف لذلك. فإن المذهب الصحيح عند أهل التحقيق أن معنى الآية: إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. والله يقول لنبيه: إن عليك إلا البلاغ. ومع أن الأصل في وجوب إنكار المنكر أنه على الكفاية، لكنه يجب أحيانا، كما إذا لم يعلم به غيره أو لا يستطيع إزالته إلا هو، وكما إذا كان في من تحت رعايته من ولد وزوج فتتعين إزالته عليه. ولا يسقط وجوب النهي عن المنكر ظن عدم فائدته. فالله يقول: إن عليك إلا البلاغ، ويقول نبيه: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والنهي عن المنكر فرض الأمة جميعا. ودليل ذلك أن الأمة في عصورها الأولى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعهم وأئمة الهدى نبتزل آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر بعلمائها وبجهالها، لا يختص بأصحاب الولايات، إنما هو لعموم المسلمين. شرطه واحد: العلم. القدرة ليست شرطا، الشرط العلم. لا يتبع وجوبه ظن عدم فائدته ولا القدرة على إزالته. ولا يقال: لا يجوز لغير المستطيع إلا التغيير بالقلب. هذا المفهوم من الحديث تخصصه عشرات النصوص من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب بذل المال والنفس في سبيل الله، وقوله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: واصبر على ما أصابك. نعم، ما لا يستطيع العامة تغييره أو خشي منه إثارة أمر أعظم منه، ذلك إلى ولاة الأمر. أما ما كان عاماً معلوماً من الناس جميعاً لا يترتب على إنكاره ما هو أعظم، كإنكار الكذب على الكاذب، والزنا على الزاني، وأكل الربا على آكله، ومثلها مما لا يترتب على إنكاره ما هو أعظم، هذا لعموم المسلمين. ولا يقال إن التغيير بالقلب لا، وإن الإنكار بالقلب لا تغيير فيه للمنكر. نعم، هو المتاح في هذه الحالة، فإنكار المنكر بالقلب والإعراض عنه والانشغال بالله وبذكره والابتعاد والخوض في عن الخوض فيه وإقراره أمر مشروع محمود،
فيكون صاحبه من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما، ومن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن المعرضين عن الجاهلين. واسمعوا أخيرا ما أظن أن جلكم بل كلكم لم يسمعه، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث بثلاث مراتب: تغيير باليد، ثانية تغيير باللسان، ثالثة تغيير بالقلب، وجاء بالإشارة للبعيد ذلك. فجعلها بعض الناس للإنكار بالقلب وأنه أضعف الإيمان، وهذا مخالف لسنن العرب في كلامها. تتعدد الأمور ويؤتى بالإشارة وترجع إلى القريب ولفظها للبعيد، هذا مخالف لسنن العرب في كلامها. لو كان الحديث أصلاً أن قال من لم يستطع إلا أن يغير بقلبه فليغير بقلبه فذلك أضعف الإيمان، قُبل لأنه لم يذكر معه غيره، وهذا مقبول على التجوز. لكن أن تذكر أمور تشارك ثم تجعل الإشارة بلفظ البعيد إلى القريب، هذا لا نعلم له شاهداً ولا مثالاً في كلام العرب، ولا ندعي الإحاطة. وإذا جعلت الإشارة للأبعد فقلنا إن التغيير باليد هو أضعف الإيمان، نجد العقل قد اعترض ونجد الذوق قد امتعض، فما الحل؟ الحل أن الإشارة إلى المصدر المفهوم من التغيير تغيير المنكر حسب مراتبه، كل حسب طاقته، هو أضعف الإيمان. ويكون أقوى الإيمان أن يمنع المنكر أصلا من الوقوع بدفع دواعيه وقطع أسبابه والتحصين قبل من غوائله. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، إذا تكرر أن إنكار المنكر دعامة وقاعدة عظيمة في الدين، فإن من أولى ما ينكر هذه الهجمة الجديدة المتجددة على دينكم، على مقدساتكم، على شرع ربكم، على أحكام خالق السماوات والأرض، فآخر ذلك جعله الله آخرا. ما ساعة في الأسبوع الماضي من اعتراض على قسمة الله للتركة، ومن دعوة إلى مساواة المرأة للرجل في الإرث، اعتراضاً على قوله سبحانه وتعالى
فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا من قائله سهل وحماقة، والسوء فهم. إن الله سبحانه وتعالى أنصف المرأة حتى في هذه الآية، في هذه الآية التي يزعم الناس أن الله فضل فيها الرجل على المرأة، فقد فضل الله فيها المرأة على الرجل لمن كان يفهم. كانت المرأة قبل الإسلام وفي الأمم لا ترث بل تورث، تورث كما تورث الناقة والجمل، وكما يورث الثوب. فالإسلام أقر لها الإرث، أقر لها نص إرثا، وفوق ذلك جعل حظ المرأة ونصيبها معيارا يعرف به حظ الرجل. للذكر مثل حظ الأنثيين، تعرف حظ الأنثى هو المعيار والمكيال الذي يعرف بحق الذكر. ولذلك إذا اجتمع في تركة عصبة من رجال ونساء حسب كل رجل بامرأتين، ووزعت على ذلك التركة، وأعطي لكل للمرأة للنساء نصيبهن لكل سهم، وبعد ذلك يعطى للرجل نصيب امرأتين. قضية المال والتقسيم، لو وزع مال بين شقيقين بين أخ وأخت فجعل لها الثلث وجعل وأعطي هو ثلثين، لو أعطينا الذكر ثلثين وأعطينا الأنثى ثلثا، فإن الشريعة حينما أعطت للمرأة الثلث لم تطلب منها إخراج شيء منه، وجعلت جميع المصاريف على غيرها. فحينما أعطت الرجل ثلثين أوجبت عليه جميع النفقات من مهر ومن نفقة ومن سكنى ومن عقل إذا لم تكن يكون زواج. فلو تناشق ابن عمها لكان فرضا على أخيها أن يدفع الدية، أوجبت عليه الشريعة أن يدفع، وهي لا توجب عليها الشريعة أن تدفع لا عقلا لا دية ولا صداقة ولا نفقة ولا سكنى. كل التكاليف على الرجل بثلثين، وثلث للمرأة، وقد أعفيت من كل النفقات، مع أن دواعي الزوجية مشتركة، الرغبة بالإنجاب والمتعة هذه مشتركة بين الرجل والمرأة، لكن الإسلام رعاية للمرأة وإكراما للمرأة رفع عنها كل المصاري والتكاليف وأعطاها ثلثا تتمتع به كيف شاءت، وأوجب على الرجل كل النفقة. والشرح هذا يطول، فما أنصف دين ولا فلسفة ولا مذهب اجتماعي المرأة كما أنصفها الإسلام، وشرح ذلك يطول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد وسنة تسليما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همّاً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مرضاً إلا شفيته، ولا حجاً إلا هديته، ولا ولداً ولا زوجاً ولا صاحباً إلا أصلحته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح.
إلا قضيتها وسرتها يا أرحم الراحمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك، وتحمل عنا ما بيننا وبين خلقك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق الذي يرضيك، اللهم اجمع كلمتنا على الحق الذي يرضيك. اللهم اصرف عنا الفتن والزلازل والغلاء والمحن، اللهم اصرف عنا الفتن والزلازل والغلاء والزنا والمحن. اللهم نسترحمك وارحمنا. اللهم نسألك يا رب العالمين من رحمتك التي وسعت كل شيء، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد وسلم تسليما.